أكثر من 3000 امرأة رئيسة مؤسسة وحاملة لمشروع من مختلف ولايات الوطن و200 رئيسة مؤسسة أجنبية شاركنا في أشغال الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على مدى يومين. يأتي هذا المنتدى للتأكيد على استعداد المرأة الجزائرية لموكبة برنامج الحكومة في مجال الإنعاش الاقتصادي، وينبغي أن يخلص عملنا عبر 7 ندوات مبرمجة إلى صياغة مقترحات ملموسة وتوصيات تهدف إلى إزالة الفرق بين الخطاب والواقع. على الصعيد الدولي فقد التزمت الجزائر بتنفيذ الصكوك والاتفاقات الدولية الهادفة إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين الجنسين، لا سيما في الاتفاقيات الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة. تمثل مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي مساهمة فعالة من خلال عدد معتبر من المؤسسات المصغرة والمقدرة ب 41500 مؤسسة. ممثلة للسيد الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن، أتشرف بإلقاء كلمته بالمناسبة. نسجل مساهمة فعالة للمرأة في المجال الاقتصادي من خلال عدد معتبر من المؤسسات المصغرة بواقع 41500 لدى الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية منذ سنة 1997، فضلاً عن التمويلات من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وأجهزة إنشاء المؤسسات الأخرى. كما نسجل انخراط ما يفوق 175000 امرأة في السجل التجاري لسنة 2021، مما يؤكد اهتمامها بالنشاط الاقتصادي. قام قطاع على وجه الخصوص بتدريب أكثر من 100 امرأة لاستغلال أشجار الضرو اعتماداً على التقنيات الجديدة لاستخراج الزيوت المتمثلة بالطافي زيت الضرو وتحسين معرفتهن التقنية في مجال تربية النحل وحماية النباتات والمنتوجات العطرية والطبية. المرأة والحوكمة، المرأة ومناخ الأعمال، وكذا المرأة والتكوين والتشغيل من أهم المواضيع التي ناقشها المنتدى لتسليط الضوء على دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.